اولا عزيزتي بال 2018 تذكرون الاخوه في التيار الصدري طلعوا مظاهرات ودعوا الى مليونيه، وعلى اثرها السيد حيدر العبادي شكل لجنه تحقيقيه وكانت برئاسه رئيس جهاز المخابرات سيدي الكاظمي، واثبت التورط المفوضيه وتم معاقبتهم ومحاسبتهم. تذكرون سعد كاكائي، واعتقد ضفتيه انت في استضافتي في برنامجكم، وسعد كاكائي تحدث عن عمليه تزوير وتلاعب بالارقام، وعلى اثرها تم تغيير المفوضيه والمطالبه باشراك القضاء ونتيجه انهاء القضيه. فبالعكس اكو خلاف بالقضيتين والتلاعب موجود وهو الاساس في تغيير القانون والاساس. لكن يقول لك اليوم رئيس الوزراء يقول لك عمليا ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ما كان مشارك بالتزوير، الان احنا التزوير برعايه السيد الكاظمي. شنو لا لا الان احنا نتهم السيد الكاظمي بالتورط بالتزوير هو ومستشارينه، ونتهم السيدة جنيل بلاس خارت، ونتهم رئيس الأمن الانتخابي أمير باكستاني اللي المسؤول عن هذا الموضوع، ونتهم الرئيس وزير السفير الأمريكي بالتلاعب بفرض إرادته على المفوضية. احنا جاي نقول من البداية الأخوة في المفوضية مو أحرار، الأخوة من المفوضية تم الإملاء عليهم بالكثير من الأمور. يعني شنو مصلحة السيد الكاظمي سيد طبعا عباس؟ مصلحته إعادة وجوده. شنو مصلحته؟ ولا مرشح بالانتخابات ولا عنده كتلة هي هذه اللعبة، هو هذه اللعبة، اللعبة أنه يتواجد خارج الانتخابات ويبدأ بتهيئة هذا الأمور، والآن بدأ بشراء كثير من المستقلين. الآن تحرك يعني حسب علمي أنه كتلته الآن أصبحت 10 و11 نائب من المستقلين تم شراء. كتلة منو سيد عباس؟ كتلة منو؟ الآن بدأ شراء كتلة منو سيد الكاظمي شراء منو؟ الكاظمي بدأ بشراء من أحد الأخوة النواب، بدأ بالتحرك على المستقلين. تعرفين بورصة المستقلين ما شاء الله قرابة 40 مستقل عندنا، فتم التحرك على 10 تقريبا لحد الآن، وجاري جاري بعد الأمر متحرك باتجاه أنه يضغط وأنه يشتري ونتحركوا بهذا التوجه. فاحنا من نقول انه نفس رئيس هذا طبعا هو شاهد في كل لقاء نكرره وتكرر كثيرا، هو من جاء بحديث الهكر الى السيده اياد علاوي. فالقضيه مو هنا، القضيه امام مخطط مرسوم خارجيا لاستبعاد قوة لدفع قوة. مشكلة مو مشكلة فائز وخاسر، الأخوة الفائزين نبارك لهم. واليوم من يصير عد وفرز ما أعتقد تتغير النتائج باتجاههم، لأن النتائج لم تحسم لحد الآن. أنت تعرفين النتائج التي أعلنت هي غير حاسمة لحد هذه اللحظة.